خناقة في الساحة الانتخابية الأمريكية والوضع حاليا مشتعل جدا. طبعا معروف ما بين مين؟ ترامب وكامالا. And she is, as you know, the most radical left person ever even thought of for a high office, certainly for the office of president. Anybody who's about beating down other people is a coward. Money talks. الخناقة المرة دي اقتصادية في الساحة الانتخابية لما أعلنت كمالا أنها هتحارب عشان الطبقة المتوسطة. اللي هو إزاي بقى؟ هقولك المقترحات. أولاً هتبني 3 مليون مسكن بيبدأ سعر الواحد من 25,000 دولار، إعفاء ضريبي ممكن يوصل ل 6000 دولار للي عندهم أطفال حديث الولادة، وهتخفض سعر المواد الغذائية والدواء، وهتعالي الحد الأدنى للأجور. As president, I will be laser focused on creating opportunities for the middle class. كلام جميل جدا، سحر كله. وكمان قدمت مقترح جديد ومختلف عن اي اقتراح تاني. And eliminate taxes on tips for service and hospitality workers. وهنا اتعصب ترامب جدا وقال انها سرقت فكرته. Kamala Harris is a radical California liberal who broke the economy, broke the border and broke the world frankly. الغريب بقى ان في دراسه جامعه ميتشيغان بتقول إن الأمريكان واثقين في كمالا من الناحية الاقتصادية أكتر بكتير من ترامب رجل الأعمال الناجح، وأكتر كمان من الرئيس الحالي بايدن. America, I love you. بالرغم إن كمالا كانت هي النائبة بتاعته في آخر 4 سنين عادي جدا، وعشان كده ترامب ما بيفوتش فرصة إلا ويهاجمهم هما الاثنين. The Harris Biden administration has been caught fraudulently manipulating jobs. Administration padded the numbers with an extra, listen to this one, 818,000 jobs that don't exist and they never did exist. الحرب دي كلها شغالة ومشتعلة رغم ان ترامب لسه ما اعلنش عن خطته الاقتصادية. شوف بقى لما يعلن هيحصل ايه.